مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا اهلا ويا مرحبا فيكم في برنامج الخيمه. مساك الله بالخير ديما. مساء الخير احمد. سانت. الحمد لله. أيوة. تمام بخير الحمد لله. مشاهدينا الكرام، مساء الخير، مساء الورد، مساء الطرب، مساء الاخراج وايضا الاعلام. حلقه اليوم مميزه بصوت جميل ومميز وايضا مخرج ابدع بافلامه ومسرحياته. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بضيفي العزيز طبعا رمضان البلوشي. اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير، رمضان كريم عليك. يا مرحبا ومساء النور، ومبارك عليكم ما تبقى من شهر، وان شاء الله ينعاد علينا باعوام عديده. رمضان البلوشي طبعا ابدعت بالافلام والمسرحيات وبطفشان. احكي لنا عن بطفشان. بطفشان هي سلسلة حلقات تتكلم عن عائلة افتراضية احنا حطيناها في الواقع الحالي، وحاولنا احنا نسرد بعض الأمور فيها، من ضمنها يعني مثلا بخل الشخص وكيف انه هو يعني يسكر عائلته، وفي نفس الوقت لما هو يطلع بشيء يعني او خارج عن هو يعني ما متعودين عليه أهله، كيف أهله راح يعني يستانسون عليه، وكيف إنهم يدخل السرور فيهم في شيء حتى لو بسيط جدا. فهي سلسلة حلقات وإن شاء الله نتمنى التوفيق من رب العالمين. مثل هذه الأعمال سلسلة حلقات مثل ما تقول، يعني هي تأخذ 5 دقائق أو 6 دقائق يمكن مدة الحلقة، تصويرها كم يأخذ يعني بالمعدات البسيطة اللي أحيانا يعملون فيلم أو حلقة أو موضوع بكاميرا الجوال الحين، لكن الفكرة والإخراج المهني يتطلب إنه يتدخل في هذه مثل هذه المواضيع. رمضان البلوشي لما تجيك هاي مثل هاي الفكرة وتنعرض عليك الفكرة، مواقع التصوير، الإمكانيات المحدودة نقدر نقول، شلون تتغلب عليها عشان يكون عمل مقبول يعني وينظر له من خلال الشاشة؟ والله أخوي هي الفكرة كلها إن هي تكون ببساطتها، يعني إحنا غالب أعمالنا هي تكون اجتهادات شخصية، تكون بين مجموعة أصدقاء زين، حاول واحد منهم يعني يطلع فكرة. يعني مثلاً بطفشان هي من تأليف أخونا عبد الواحد محمد، مسي عليه طبعاً. يعني هو لما جاني وقال لي أنا عندي فكرة بطفشان ونبي نطبقها، قلت له أنت شنو جمهورك وين تبي يعني تعرضها، هل هي تلفزيون، هل هي يوتيوب، يعني سوشيال ميديا وين؟ فعلى الظاهر الواحد يختار معداته، طبعا في النهايه هي اجتهادات شخصيه ومعدات بسيطه على قدنا. بالنسبه لمواقع التصوير هي يعني مشكله كيداء مثل ما يقولون في عندنا، بحكم ان التصوير الخارجي يحتاج الى تصاريح ويحتاج يعني بالضبط، لكن احنا نحاول قد ما نقدر نطلع تصوير داخلي، يكون تصوير داخلي. انت لو تشوف معظم اعمالنا يكون تصوير داخلي، لما يكون في تصوير خارجي يكون يعني سريع جدا ويعني ما حد يشوف، يعني لا تعب طاير مثل ما يقولون، لكن الحمد لله الواحد يعني قاعد يجتهد والتوفيق من رب العالمين. انا شفت يعني مثل ما قلت حلقه بطفشان، شفت اخراجا ممتاز جدا، الكاست، التمثيل، الكتابه، ليش ما تنعرض مثل هاي الاعمال على قنوات الرسميه؟ شنو اللي يمنعها انها ما تعرض مثل هاي الاعمال؟ والله السؤال يوجه يمكن اكيد في عقبات انتو او ردود سمعتوها من بعض القنوات انه والله احنا شنو الشروط اللي يمكن تقدرون توفرونها وتنعرض هذه الاعمال على القنوات؟ هي بالعكس، يعني انا من وجهه نظري يعني الحلقات اللي صورها سواء مع رمضان البلوشي او المخرجين الشباب اللي موجودين على الساحه يعني ما تنقص اي شيء من ناحية الكواليتي الإخراج، من ناحية الأمور التقنية اللي مطلوبة كعمل يعني يقدم على جهة رسمية سواء تلفزيون قطر أو باقي القنوات اللي موجودة في الدولة، وأنا ما أشوف أنه في شيء ينقصها غير أن الجهات هذه تتبنى الأعمال هذه، تقول يا جماعة يعني تقدموا علينا الأعمال هذه فقط لا غير. طرحتوا هاي الأعمال على أي جهات معينة؟ انطرحت الأعمال وانرفضت أو ما انطرحت أبداً؟ يعني للأمانة عشان الواحد يكون يعني منصف في رده، إحنا يعني يمكن في قصر منا، إحنا ما نروح للجهات هذه ويعني نطالبها، لكن متأملين خير إن شاء الله المستقبل. أنا أشوف يعني مثلاً هالسنة ما شاء الله يعني تقريباً إذا مش كلهم 3/4 الفنانين سواء النخبة أو الشباب
اشتغلوا السنة هذه، وهذا يعني بشرة خير إن شاء الله، ونتأمل خير إن شاء الله السنوات الجاية إن شاء الله. رمضان يعني بسألك ذكر قبل شوي الدعم والتصوير الأغاني الفيديو كليب أحياناً يكون متعب ومكلف في نفس الوقت، فكرة أنك تخرج أغنية بشكل يستقطب مشاهد أو حاب هذا اللون الفيديو كليب غير عن الكاسيت، بس شو أنت كمخرج مريت أنك تخرج أغنية مثلاً؟ والله صراحة كأغنية لا، لكن إحنا في أعمالنا اللي أفلامنا وحلقاتنا إحنا نحط فيها يعني بعض الأغاني اللي ورد يعني موجودة مش حصرية لل، لكن أنا أقول لك كتصوير يعني أغنية يمكن هي فيها لمسات المخرج والمؤدي في المسرح، لكن تصوير الأغنية خصوصا تسجيل الأغنية لها متطلبات خاصة، لازم تكون عندك استوديو خاص، يكون عندك موزعين، يكون عندك ملحنين، يعني أعتقد أن هي يعني إذا هي فعلا جهود شخصية أنا أقول يشكرون عليها، لأن هي فعلا تتطلب يعني آلات معينة، أماكن مخصصة لها أنك أنت تسجل فيها وتوزع فيها، عكس إحنا كأفلام أو حلقات إحنا يعني حتى اللوكيشن إحنا ممكن نستخدمه في أكثر من مقطع وفي أكثر من طريقة ونقدر يعني نتحايل عليها، لكن في الأغاني أعتقد أنها صبع فيشكرون عليها صراحة. الفترة الأخيرة في انتشر في اليوتيوب قنوات اليوتيوب الأفلام القصيرة، أفلام ما هل نقدر نسميها أفلام سينمائية ولا هو موضوع ينطرح مدة 6 دقائق ولا 10 دقائق ونقول عنه فيلم ولا نقول عنه حلقة؟ شو نسميها؟ والله يعني أشوف كثير يقول لك والله فيلم سينمائي، أطالع أشوف يعني 5 دقائق يعني وين السينمائية اللي فيه؟ لا هي يعني موضوع ذو شقين، أول شيء يعني الأفلام قصيرة فعلا في أفلام قصيرة سينمائية، يعني في أفلام قصيرة أخذت جوائز عالمية منها يعني جوائز أوسكار وجولد ليف وغيرها، يعني تطرح يعني فيها لها مهرجانات خاصة وأيضا تضم للمهرجانات العادية اللي تقوم فيها الأفلام كبيرة، لكن عندنا احنا يعني في دول الخليج او في قطر لما نقط مصطلح فيلم سينمائي على فيلم قصير احنا ممكن نسويه في يوتيوب، انا اشوف يعني كلمه سينمائي احنا نبالغ فيها لما نقول افلامنا كلها سينمائيه مش بالضروره بحكم يعني انتاج الفيلم السينمائي اعتقد يعني يحتاج كاست معين، ادوات معينه، ايضا ادوات فنيه اخراجيه لها يعني معنى ثاني بالضبط، انت عشان تطلق على الفيلم فيلم سينمائي انت تحتاج انك يعني حتى الكتابه احنا لما نكتبها على طريقه مسلسلات اللي احنا نسوي يعني حوارات اكثر دراما عاديه بالضبط، لما تطلق على عمل سينمائي يعني يكون الكاميرا فيها تتكلم اكثر من الممثلين، احنا لو تشوف معظم اعمالنا لوك 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 حوارات اكثر من كلام الكاميرا، اعطوا مساحه للكاميرا او لان السينما الكاميرا تتكلم فيها، السينما فيها يعني مثلا المؤثرات الصوتيه، الجو العام للفيلم، الجو العام للفيلم، حتى التلوين صحيح. يعني انت تشوف معظم الاعمال اللي قدمت يعني حتى التلوين فيها انا لما تشوفها كاول نظره تقول تلوين مسلسل يعني ما تطلق عليها افلام، فيلم السينما مثلا فيه تلوين، يعني انت عندك افلام مثل ماتريكس وفي افلام غيرها يعني التلوين بحد ذاته يعني شيء يدرس ويرسخ يعني وياخذون فيها افلام تخصصات بالضبط. في حال كان في عنا مثلا مسرحيه ويتم اخراجها من حضرتك، يكون في عنا مطرب خلال هذه المسرحيه، كيف بتكون الترتيبات؟ هتكون اصعب من انه تكون مسرحيه فقط ممثلين او دخول الصوت وايضا الغناء في المسرحيه؟ هي بشكل عام المسرحيات يكون فيها يعني الطابع الغنائي، في مثلا يكون فيها الاستعراضيين، طبعا كل واحد له تخصصه، انت كمخرج مسرحي انت يعني طبعا تشرف على الجو العام للمسرح، لكن انت تكون يعني محدودك مع القصه بشكل عام والممثلين، لكن في مخرج اخر اللي هو يعني يكون مباشر الاستعراضيين، في مخرج اخر اللي هو متابع المؤدين او المطربين بشكل عام. طبق الصوت بالنسبه للمطرب تختلف على المسرح؟ على حسب نوع المسرح، انت تقدم مسرح للطفل ولا مسرح جاد ولا يعني نوعي، على حسب المقدم انت
تفرق طبعا. لما انا احط يعني مثلا أغنية في مسرح جادة ونوعي اختلف عني ما احطها في مسرح طبعا. معنا بالحق مشكلة الفترة الأخيرة في تقنيات نزلت يعني خلي الواحد مثل ما قال كنا يساري يصير من أفضل المغنين والمطربين. نعم البلوشي مخرجنا سعدنا شوفتك اليوم، نلتقي فيك إن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله. مشكورين ما قصرتوا على حسن ضيافة. مشاهدينا الكرام ختام حلقة اليوم، نراكم بعون الله تعالى غدا بنفس التوقيت مع أحمد رشيد وأحمد الفضالة. تصبحون على خير.